ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ بصوا يا جماعه، النهارده هنعمل سلطه الطحينه الجامده الجباره، تنفع مع فراخ مشويه، مع سمك فيليه، مع سمك، مع اي حاجه. بصوا بس دي بقى هنعملها عشان السمك الفيليه، فهنحط لها هنا كده شويه بهار سمك، وهنحط شويه ملح، تمام، وهنحط لها معلقه خل، حبة ملح، حبة خل كده صغيرين، ونحط لها ليمونة، نحط يا جماعة ليمون كده، صلصة الطحينة دي يا جماعة جميلة جدا. بصوا هنا بقى ده توم مفروم، بس يا جماعه هنا نحط التوم المفروم والخلطه بتاعتنا، طبعا انتوا عارفينها، بس نقلبهم بقى كده كلهم في بعض. معانا هنا ميه دافيه، نزود سنه مينفعش يا جماعه نحط الميه مره واحده، هنلاقيها خفيفه جدا معانا، حتى لو نفس الكميه اللي احنا هنعملها واحده واحده، بنحطها واحده واحده هتبقى متماسكه وجميله، لكن لما نحطها مره واحده هتخفي جدا معانا ومش تبقى حلوه خالص. زي بالظبط نظام العجين، لما بنحط له سنه سنه بيظبط معانا، اما نحط ميه مره واحده بيبوظ. سنه سنه كده يا جماعه، نقعد نقلب كده يا جماعة فيها. ماشي، طبعا حلوة جدا لو هنعمل، طبعا جميلة جدا صوت الطحينة دي لأي حاجة بقى، يعني فراخ مشوية، شوية كبدة، شوية مكرونة، ممكن نحطها برضو جنبيها سمك كده، حواوشي. كده يا جماعه بقى سمكها حلويه، كل ما تقعد تتقل اكتر، فنخلي السمكه كده خفيف سنه، بحيث ان هي لما تقعد هتتقل تدينا القوام اللي احنا عايزينه.